اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كنا عملنا مسابقه المباراه اللي فاتت وكريم حسين شحاته، كريم حسين شحاته توقع النتيجه الصح وتوقع كمان ان اللي يحرز هدف الفوز كان وليد سليمان، لكن هو ما كانش وليد سليمان بس احنا مشيناه عشان خاطركم. احنا توصلنا معاكم عن طريق الزميل احمد رشاد، كان في اثنين متسابقين كمان لكن للاسف ما ردوش. جننتوني انا معاكم بصراحه، يعني لما نعمل مسابقه على تيشيرتات ما تردوش على التليفون، وكان في ناس كتير جدا مستنيه ان هي تاخد تيشيرتات، لكن خلاص بقى التيشيرتات كده راحت عليكم. ان شاء الله في المرات اللي جايه ان شاء الله نعمل لكم مسابقات كمان ان شاء الله وفي تيشيرتات موجوده. المهم ان كريم حسين شحاته خد التيشيرت وهو موقع من احمد الشيخ ووليد سليمان، يعني بنوعدكم وهنوفي بوعودنا معاكم على طول. عايزينكم تشاركونا دايما. ارحب الاول بكريم. كريم ازاي؟ الحمد لله كويس. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. خد التيشيرت بتاعك الاول بقى وريني الناس. ده الشيخ وليد سليمان 11 واحمد الشيخ. احمد الشيخ يبقى ام دي ام، ده الناس تفهمها لو سمحت. ان شاء الله تحرز او تجيب هدف النهارده ان شاء الله، ان شاء الله وتبقى تم دي ام ده كده الناس تشوفها شيء. ان شاء الله. إيه توقعت الاهداف ازاي وتوقعت وليد سليمان ازاي ولا انتوا ايه بصراحه؟ لا لا قبل الماتش انا على فكره كل ماتش على كده، يعني لو حضرتك يعني كل ماتش واقع واشوف اول ربع ساعه ماتش اعرف كمان التغييرات مين اللي هينزل ومين اللي ممكن يحط الجول فعلا ممكن تكلمني وتشوف. طب النهارده لا هو على الهوا قول لي النهارده ممكن مروان محسن ان شاء الله النهارده هو اللي هيجيب جول المكسب بس 1-0 يعني ان شاء الله ولا ممكن تبقى يعني مروان محسن يجيب جول بس مروان محسن هيحط ان شاء الله. طب انا بص انا بقى مني ليك هديه لو حصل كده. تمام لو حصل كده قلقانين على الاهلي؟ لا لا خالص بجد ان شاء الله نرجع اقوى من الاول كمان ان شاء الله. بس الجمهور اصبر شويه، قبل كده حصل لنا قبل كده في 2001 ورجعنا يعني كل البطولات كانت في الفتره دي كلها وان شاء الله نرجع بقوه يعني ان شاء الله تاني. نرجع بقوه وان شاء الله. الطريقه بتاعت النادي الاهلي انت طبعا انتوا بتتكلموا دلوقتي في فنيات وكل حاجه. تمام. الطريقه بتاعت النادي الاهلي بتفرق في ايه مع اللعيبه؟ بتفرق في يعني لو بنلعب 4-3-3-2-1 او 4-2-3-1 لو بنلعب 4-3-3 شايف ان احنا هنلعب براسين حربه ونلعب براس حربه واحد؟ هو راسين حربة طبعا وكرة على الأرض زي ما شفنا مع كابتن محمد يوسف. كابتن الشريف عبد الله كان نفسي يكون النهارده موجود النهارده بس معلش احنا عندنا أزور وعندنا صلاح محسن عندنا مستشفى زي ما أنتم بتسموها على تمام وإن شاء الله مع أول يناير كمان يعني علي معلول وصلاح جمعة هيرجع بقوة. أحلى ماتش معلق في دماغك النادي الأهلي؟ لا كتير أجمل ماتش غير أبو تريكة يا أستاذ. إيه ماتش 4-3 في كاس مصر مع الزمالك كابتن اسامه حسني اول ما نزل ضيع هجمه كل الجمهور بس بعد كده بعد ما ضيع الهجمه ما انا حسيت لو هيقع في الملعب من كتر الجري والمجهود اللي كان بيبذله. ان شاء الله يعني 1-0 نورت وخليك كده ويعني خليكم دايما متفاعلين معانا على الصفحه بتاعتنا وان شاء الله احاول اعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله. يعني كريم كان في تيشيرتين تانيين زي ما قلت لحضراتكم لكن انتوا ما رديتوش على التليفون. رشاد هتواصل معاكم بعد كل مباراه ان شاء الله لو هنعمل اي مسابقات بعد كده ان شاء الله تكونوا تنورونا زي ما كريم كده نورنا وشاركونا دايما على صفحتنا على الفيسبوك.